التوحد هذا مش اشي مرض، التوحد مش مرض، وصير مش مريض. اجتمعنا وتناقشنا واتفقنا وعملنا أول خطوة، قدرنا نجهز لهم مكان خاص هو عبارة عن غرفة هدفها توفير بيئة مناسبة للمصابين بالاضطراب. اسألنا عن التوحد. قدرنا نوصل فكرتنا عن طريق الإعلام لأكثر من 50,000 مواطن، عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، شاشات العرض، الإعلام المرئي والمسموع، بالإضافة لعقد ندوة داخل الجامعة استفاد منها 200 طالب من جامعتنا. انضمينا لبرنامج أمواج الفرح وتوجهنا للمجتمع المحلي لندور على قضية نقدر نساعد فيها المجتمع. لقينا بأنه عدد كبير من الأشخاص وعددهم 1200 مصابين باضطراب التوحد، واللي خلانا نتوجه ونشتغل مع هاي الفئة محدودية وجود المراكز اللي بتتعامل معهم وقلة الوعي المجتمعي حول هذا الاضطراب. مبادرة التوحد طاقة صامتة، بشد على أيدي مبادرة التوحد طاقة صامتة، أنا أدعمها وأدعوكم بأن تدعموا هذه المبادرة التي فيها الصالح العام.